حاج رضا، انت شباب شوية عنهم اصغر في السن، وضعك كمزارع انت بتزرع قد ايه؟ فدان؟ بيطلع من خمس ست فدادين. خمس ست فدادين بالايجار؟ لا ملك. بالايجار ملك. وملك. ماشي في ماشي، ربنا يبارك ربنا يبارك. الموسم بتاع القمح او بتاع اي زرع بقى مربح زي زمان للفلاح؟ لا طبعا. بقى الفلاح عايش زي زمان؟ مش بقول احسن، لا طبعا اسوأ. مفيش اللي جاي على قد اللي رايح. انت زيك زي الحاج فرج كده، انت حاسس ان وزير الزراعه ووزاره الزراعه والحكومه مش موجوده؟ لا مش موجوده طبعا، ومفيش ملح لنا ومفيش اي حاجه بناخدها من الجامعه دي خالص. امال ثلاث شكاير للفدان في السنه. هي بس النقطه، الثلاث شكاير للفدان دي، ثلاث شكاير يعني الغله لوحدها 30 سنه، وارجع اشتري ولا باخد له ثلاث شكاير. الغله اللي هي القمح، القمح بس. القمح ثلاث شكاير، ثلاث شكاير دول تلت الكميه. بيصرف 15 شكار. 15 شكار الفدان. هو بيصرف لك ثلاثه، ثلاثه للفدان. هو ده، هو في الجامعه هو. اتفضل حضرتك. فدان الموز انا ممكن ما اكلش موز 3 4 سنين، 10 اهو. لا اهو، انما يصرف الفدان القمح ثلاث شكاير. بعض الناس بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج اضرب الثلاثه بثلاثه. القمح الفدان القمح اربع قريت ما بياخدش. يا ريس البحث العلمي فين لما يجيب لنا التعاون بتاع 30 لاردب ده؟ انا بقالي 10 سنين وزمايلي والبلد كلها وكره مصر كلها بتزرع، هم اربع اصناف من سنه 90 ما اتغيرتش. ما اتغيرتش، مفيش حاجه جديده. مفيش حاجه. هو عندنا الاردب الفدان بيجيب كام اردب؟ متوسطه السنه دي بيلعب من 15 اردب ل 17 اردب. 18 جاري زارع، لو جاب 30 40 جاري زارع ودرس هيجيب ازاي؟ بنقول على الطبيعه هيجيب من ثلاث شكاير ملح. هيجيب ازاي؟ ثلاث شكاير ملح هيجيب ازاي؟ سيادتك انت جاي فصلان بالبكوة بسكويت، ممكن تقعد عليه طول النهار؟ لا ولا هتروح ايه بتمثل البيت؟ الحقوني الحقوني جعان. اما كانش كده يركبوا لك كلاكوز. يركبوا لك كلاكوز عشان تشتغل. عشان تشتغل. خد بالك سيادتك، هل الارض هتجيب منين؟ الارض هتجيب منين؟ الارض ما كنتش تخدمها وتديها مش هتديك. هي الارض، فاكر الفيلم الارض بتاع محمود المليجي؟ ايوه يا راجل. هي الارض دلوقتي مش مساله ميه، من كل حاجه عطشانه. انا ليه تعقيب يا اسمها دي؟ عطشانه؟ لا مش عطشانه، مش ميه، مش ميه. ملح وتجار ومحصول والتقاوي والكلام ده. ليه تعقيب برضه قديم قوي. يعني الحاج فرج والاخوه كلهم زمان من الستينات والسبعينات، ايام ما كان القطن عندنا فجوه 12 اردب و14 امتار و12 امتار، كان بتيجي ندوات تثقيفيه من غير مبنى ارشاد. كان بيجي ندوات تثقيفيه وافلام عن الزرع هنا، الذره والقمح والقطن. جديد الستينات والسبعينات كانت بتيجي عربيات الافلام التسجيليه وتوريك من اول بدايه الزرع لحد بدايه الحصاد، وكنا بنقعد وبنسمع لهم. ده حقيقه سيما شغاله، والسيما موجوده كانت بتيجي لطاس قضيه سيما. دلوقتي ما دلوقتي عندنا مبنى ارشاد، مبنى ارشاد ده ما بنستفيدش احنا منه ولا بجنيه. ما كانش عندنا مبنى ارشاد. دلوقتي عندنا مبنى متكلف ملايين ومقفول، ما فيش موظفين. عملناها محلات فول وطعميه. مفيش موظفين. هو في وزير زراعه جه هنا؟ لا هيجي هنا ليه؟ مش ارض دي جه زاركو وسلام؟ احنا منفيين يا ريس، احنا منفيين. بقول لك ايه؟ نعم. زمان كان وضع الفلاح احسن؟ احسن بكتير. بكتير قوي 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 قوي. انا اروح للاستوديو ونرجع نكمل مع بعض. من قريه قرنفيل مركز الاغاثه الخيريه. قرنفيل مش قرنفيل. لا كويس. اسمها ايه؟ قرنفيل. قرنفيل مركز الاغاثه الخيريه اليوبيه. وهنرجع نكمل تاني من تحت شجره التوت.